أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي أن ألتقي وإياكم في هذه المحاضرة الرابعة لنكمل الفصل الثاني من مساق تكنولوجيا التعليم. كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الوسائل التقليدية، تحدثنا عن مميزات الوسائل التقليدية وعددناها، رغم أنها تقليدية وقديمة إلا أنها ما زالت منتشرة في بلادنا وفي الوطن العربي وفي العالم الثالث، وما زالت لا يستغنى عنها. أخذنا منها يعني كمان أخذنا بعض العيوب لها، رغم هذه العيوب إلا أنه ما زالت لا تخلو حجر الصف من هذه الوسائل، ومنها السبورات التي إن وجدت في غرفة ما تدل على أن هذه الغرفة هي غرفة صف دراسي. أخذنا نوع السبورات، سبورة طباشيرية، وأخذنا السبورة البيضاء، وقلنا أنه طبعا في وظائف السبورة الطباشيرية ومجالات استخدامها، والسبورة البيضاء من أهم مميزاتها بالذات ممكن تستخدم شاشة عرض، ممكن تستخدم كذلك لوحة مغناطيسية إذا كانت مصنوعة من المعدن، لوحة مغناطيسية إذا كانت مستخدمة منتجة من المعدن، أو إذا كانت فقط من الأبليكاج أو الفورمايكا أو الخشب ممكن تستخدم شاشة عرض. كذلك أخذنا اللوحات الأربع، لوحة الجيوب واللوحة المغناطيسية والوبرية والكهربية، وتكلمنا عن هذه اللوحات إنه لها أفلام إن شاء الله رب العالمين سننزلها على الصفحة، أو كان قناة الكتاب الفضائية ممكن للي ما عندوش في البيت كمبيوتر أو نت ممكن يحضرها على قناة الكتاب الفضائية، وحننزل لكم الجدول بعد امتحانات الثانوية، لأنه لحتى الآن القناة مشغولة في امتحانات الثانوية في الجزء العلمي من برامج عرضها أو التعليم. آخر نقطة توقفنا عندها اللي هو اللوحة الكهربائية، وأنا أريد أن أذكر بعض النقاط في هذه اللوحة وأعمل مقارنة بسيطة بين اللوحات، ثم أنتقل إلى اللي هو الموضوع الجديد. لعلنا تحدثنا أيضا عن الصور والرسومات وأخذنا الفرق بيناتهم، وتوقفنا عند العينات والنماذج، صحيح؟ طيب أنا قبل ما أدخل للعينات والنماذج، كيف؟ المتاحف والمعارض، ماشي صحيح، المتاحف والمعارض قبل. دعونا آخر شيء أخذناه اللي هو الخرائط المجسمة البارزة، واليوم حنقف عند رابعا المتاحف والمعارض. لكن قبل أن نتحدث عن المتاحف والمعارض دعونا نشير إلى بعض النقاط، حتى لو أنت حضرتي اللوحة الكهربية من على الفيلم أو قرأتيها من الكتب ستجدي أننا أضفنا إليها بعض التعديلات والتحسينات. نحضر كمان حضور والغياب. اللوحة الكهربية اللي أخذناها إحنا من أبسط أنواع اللوحات اللي لوحات مزاوجة، هاي اللوحة بيكون عندها هنا المثيرات وهنا الاستجابات، ويتم التوصيل بين المثير والاستجابة، وهنا عند العنوان، وهنا عندنا جرس أو معزز يعني يمكن يكون ضوء، وعندنا هنا فواحص ومن الخلف وموصلة، وهنا عندي فاحصين. فكرة عملها إنه عندما يعني نضع الفحصين على بعضهم البعض
فنسمع صوت المعزز الجرس، الدائرة تكتمل. الآن هي من الخلف وموصلة، مثلا لو كان عندي مثلا عنوان دول وعواصم، وعندي أنا مثلا فلسطين، وأنا عندي الأردن، وأنا عندي سوريا، وهكذا. هنا في الإجابات نفرض إنه حاطين هنا القدس، وهنا حاطين عمان، وهنا حاطين دمشق مثلا. الآن من الخلف بنوصل سلك ما بين القدس وفلسطين، وما بين الأردن وعمان، وما بين سوريا ودمشق. لما يجي الطالب يحط الفاحص الأول على فلسطين، إذا حط على القدس فبتكتمل الدائرة، بنسمع صوت المعزز. لكن إذا حط على الجزء هذا الفاضي أو على عمان أو على دمشق، لا تكتمل الدائرة، فبنسمعش الجرس. الآن التعديلات والتحسينات اللي احنا أضفناها. أول شيء أضفنا إنه حطينا المثيرات هنا، الأسئلة 5 والاستجابات 6. ليش؟ عشان آخر إجابة ما تكونش حتمية. لو كانوا 5 و5 أو 4 و4، إذا الطالب بيعرف 3 إجابات يكفي، الرابع بيطلع لحاله أوتوماتيكلي. لكن عشان ما خليش أنا الرابع يطلع أوتوماتيكلي أو الخامس يطلع أوتوماتيكلي، بروح إيش؟ بحط إجابة مموه آخر، مموه آخر. هذا أولا. ثانيا، اللوحة هذه لو كانت أسلاك من وراء ثابتة على طول ملحومة بالحام يعني مثلا، أو ملفوفة ومشدودة عليها بالبراغي والصمولة، إيش حيحصل؟ إنه الطالب بعد مرة مرتين حيحفظ هذه اللوحة. طبعا هذه اللوحة مولعة على لوحة وبرية، ممكن نشيل العنوان هذا ونحط مادة أخرى غير دول وعواصم، ممكن نحط كلمات بالإنجليزي وصور إلى غير ذلك. فإذا الطفل هذا قدر بذكائه يعرف إنه هذه اللوحة اللي لونها كذا أو علاقتها لونها كذا أو إطارها لونه كذا، دائما أول موصل مع الرابع والثاني موصل مع الأول، بيبدأ يحفظها، بصير حطت له أي موضوع يعرفه نتيجة إنه حفظ الأماكن. إيش الحل لذلك؟ إنه من الخلف حطينا ملاقط، من ملاقط يعني موصل للكهرباء، اللي هي ملاقط إيه؟ حديدية زي تعون البطاريات بس بحجم صغير، زي تم التمساح بسموها، إلها أسنان وكذا. بشيل الملقط المعلم حتى لو حس في الدرس الواحد أو الحصة الواحد الطلاب حفظوها، ممكن في خلال الدرس نفسه يقلب من وراء أماكن الأسلاك أو في درس آخر أو موضوع آخر. كذلك البطارية، الشيء الثالث من التحسينات والإضافات، البطارية اللي في الخلف كتير من الناس بيثبتوها تثبيت، احنا عملنا لها جيبة صغيرة. ليش؟ لأنه لما تفضل البطارية إذا مثبتة بيكسل المعلم أو الفني إنه يغيرها، وبتغلبه في التغيير، بده يدور على غيره عشان يثبتها كمان مرة، وبده كذا. كتير احنا في بيوتنا مرات حجر الساعة بيفضى، ومع إنه بينشال وبنحط بداله وكل حقه نص شيكل مثلا، إلا إنه بنكسل نغيره ولا لا؟ فما بالك لما يكون ملزق أو بده لما نفكه بده برغي أو بده كذا، فمش حنغيره أصلا. لذلك احنا عملنا للبطارية من الخلف جيبة بحيث إنه إيه يتم تغييرها لو فرغت شحنتها. الشيء الأخير اللي بدي أحكيه يعني بالنسبة للدائرة اللي بتوصل فيها المعزز، لعله طبعا نرسم الدائرة هنا بسيطة، هي عبارة عن جرس أو ضوء. الجرس له قطبية، موجب وسالب، والبطارية هي رمز البطارية، إنها موجب وسالب. الأمر سهل جدا جدا جدا، ولو أنتم تصعبوا منه. كيفية التوصيل؟ نوصل السالبان معا أو حتى الموجبان بغض النظر أي طرفين، بس ما نقلبش. إذا وصلنا سالب البطارية بسالب الجرس، الساعة الدائرة ما اكتملتش. عشان تكتمل إيش بنوصل؟ الموجب في الموجب. احنا مش هنوصل عاد موجب في الموجب، هنوصل الموجب تبع الجرس في الفاحص الاول،
الموجة تبع البطارية في الفاحص الثاني، ونطلع الفاحصين أمام اللوحة، بصير إجا، إذا إجا الفاحص الأول على النقطة والفاحصين على النقطة المفصلة فيها من الخلف تكتمل الدائرة، وكأنه حطينا الفاحصين على بعض يعني اكتملت وكأنه صار مفتاح. فكرة بسيطة جدا، فيش فيها صعوبة، لكن دعونا نقول أنه نتيجة يعني عدم التخصص في كثير من المعلمين والمعلمات يمكن بيصعب من اللوحة الكهربية، لأنها بدها ثقوب بالمقدح، وبدها تركب المقابس، وبدها تركب البطارية بالخلف، وبدك تعملي لك فواحص، وبدك تعملي يعني تحس انه فيها شغل. لذلك نعمل بعض المقارنات بين اللوحات. المقارنة الاولى نتكلم عن السعر والتكلفة. في السعر ارخص اللوحات، يعني خلينا احنا نكتبهم هنا الان، نقول اللوحات اللي احنا اخذناهم بالترتيب، حسب الترتيب اخذنا والاشي الجيوب الوبرية المغناطيسية الكهربائية او الكهربية كله بالفهم. الان هيك هم مرتبين من حيث التكلفة، يعني هذا اقل شيء في التكلفة، تليها هذه، تليها الثالثة، تليها الرابعة من حيث التكلفة. بدناش نحسب التكلفة بالضبط، نعمل تكلفة تقديرية او ايش الفوارق بيناتهم. يعني الجيوب قلنا في لوح الابليكاج والاطارات هم بتكرروا مع الوبرية، اللهم ان قلنا ايه الجيوب بدها ثلاث ورقات بروستول، لكن الوبرية بدها قطعة من الموكيت، فقطعة الموكيت اغلى. لو كانت هذه مثلا الثلاث يعني فرقيتها مثلا ثلاث ورقات بروستول ثلاث شيكل، هذه بعشرة شيكل الفرق، هذا الفرق، يعني هذا اغلى. المغناطيسية بتختلف عن الوبرية انه بدال قطعة من الموكيت تكون ايش لوح من الصاج، لوح الصاج بثلاثين شيكل او يعني من الى حسب النوع الجودة وحسب ال... اذا المغناطيسية اغلى. الكهربية هي عبارة عن وبرية اضفنا الها ايش اللي هم المقابس والفواحص والبطارية والجرس والاسلاك التوصيل، فهذه الادوات الكهربائية تفوق سعر ال المغناطيسية، فبصير هذه اغلى واحدة، بكون رقمها رقم 40. الادوات هذه بدها 40 شيكل مع اللي هي قطعة الموكيت، اذا اغلى اشي الكهربية. هذا من حيث السعر. نديكم طيب من حيث السهولة، هم مش هيك مرتبين من حيث السهولة. اسهل لوحة الوبرية، اسهل من الجيوب، وتليها المغناطيسية. ليش الوبرية اسهل من المغناطيسية؟ لانه الوبرية قص قطعة الموكيت اسهل من قص قطعة الصاج. يعني بمعنى اخر، لو انا وانا بقيس وبحط الاطارات زاد معايا جزء بسيط من الموكيت، سهل بالمنشطر امسك المنشطر واقصه سهل، لكن لو زاد معايا 2 ملي 3 ملي من الصاج صعب، بده مقص حديد وابصر اقدر اقصه كمان لانه مليات. فهذول اللي طالعين بسبب انهم بيجرحوا الطفل او المعلم او بيمزع هدوم، اذا لذلك اصعب شويه من الوبريه. رقم ثلاثة الجيوب. ليش الجيوب مع انها رخيصه اصعب؟ لانه بدها مقاسات ورق، تنزلي 20 سنتي وتطلع 6 وتعود تنزلي 18 وتطلع 6، حتقروا انتم ايش او تشوف الفيلم كيف، وبتخلص الورقة وبدك تلزقيها بطريقة سحرية ما تبينش انها ملزقة. يعني حقيقة اذا انت جد انت جد انت جهادي حتلاقي انه رغم انها ارخص الا انه شوية فيها في المقاسات صعوبة، فبتكون من حيث صعوبة الانتاج هذا رقم ثلاثة. ومن اخر حاجة الكهربية، هي غالية واصعب شوية. ليش اصعب؟ لان اصلا هي عبارة عن لوحتين، وبرية اصلا وبعدين حنيجي نعملها كهربائية. ماشي. إذا لو أجا لك بالصح والغلط يقول لك اللوحة الوبرية أصعب في الإنتاج من لوحة الجيوب، غلط. لكن أقل تكلفة من لوحة الجيوب، برضو غلط. إذا هي اللوحة الوبرية أسهل في الإنتاج
وأكثر تكلفة. ماشي، هاي التناقض بكون. ولو أجل تتبيهم من حيث التكلفة من الأقل إلى الأكثر سهلة، لكن إذا جالك بذكاء من الأكثر إلى الأقل بدك تقلبي، بدك تقولي 1 2 3 4 تقلب الأرقام. فأنا كثير بأجيب الامتحان وبقول من الأكثر إلى الأقل، بتنسي أنت وبترتبهم 1 2 3 4 بطلع السؤال كله غلط. الشغلة الثانية لو واحدة خربطت بناتهم برضو بطلع السؤال كله غلط. واضح يا بنات؟ أنا حبيت أنوه لهذا الإشي لأنه لعله إحنا المرة الماضية مرينا عليه، وعندما يعني عدت للأفلام حببت أن أؤكد على هذه النقاط. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن المعارض والمتاحف ونعمل يعني تعريف كل شيء ومقارنات بيناتهم. طبعا نتكلم تاني من ناحية المحسوسية. احنا قلنا في البداية انه الرسومات اقل محسوسية من الصور، وفي اللوحات بنستخدم الرسومات والصور، والان المتاحف والمعارض هدول ممكن يكون فيهم مجسمات، اشياء حقيقية. من تعريف المتحف، هيو نمسح الكلام هذا، جزء من الواقع او المواقع التاريخية. يعني اذا محسوس اكثر شيء لانه من الواقع، اشياء فيه سواء مواقع تاريخية تهتم بعرض الاشياء التراثية التقليدية كالملابس والادوات التي كانت تستخدم في الماضي، بنلاقي فيه محراس، بنلاقي فيه الطحون اللي كانوا بيطحنوا عليها القمح، بنلاقي ادوات الحرب القديمة، السيف والسهم والرمح إلى غير ذلك. هذا بالنسبة للمتاحف. أما المعارض فهي تقدم معروضات حديثة، ممكن نعمل يعني في كافة مدينة سواء اقتصادية اجتماعية عسكرية علمية إلى غير ذلك. وفي منها معارض المنتجات اللي ممكن نبيعها، زي معرض الكتاب، زي معرض المصنوعات الوطنية. إذن المتاحف ما بيبعوش منها. نشوف المقارنة بين المتحف والمعرض تقريبا من خصائص هذا وخصائص هذا. قلنا المتاحف تهتم بإبراز المعروضات القديمة، لكن المعارض بتكون معروضات حديثة أو منتجات معاصرة. المتاحف دائمة وثابتة، دمجنا نقطتين مع بعضهم. كيف دائمة؟ يعني عادي المتحف طول عمره بضله متحف، زي مثلا المتحف المصري في مصر تبع الفراعنه، طول عمر الناس بتزوره، رحنا زرناه في الثمانينات وزرناه في 2006 و2008 هو مكانه ثابت في مكانه ودائم، سواء من المكان او الزمان ثابت ودائم. لكن هناك المعارض مؤقته ومتنقله. مره البنات بيعملوا معرض الكتاب في الجامعه، ومره الطلاب بيعملوا معرض مصنوعات في قسم الطلاب، مرة في مركز رشاد الشوة، مرة في مدرسة فلان، في مدرسة كذا. إذا متنقل المعرض، مش مكان ثابت ومؤقت. طبعا يعني بقعد له أسبوع أسبوعين بالكتير، يعني بضلوش دائم. حتى معرض الكتاب الدولي بتلاقي لك إياه إيه، أو معرض دبي للطيران بتلاقي إيه، يعني له فترة محددة، أسبوع زمان، أسبوعين زمان، شهر بالكتير. الهدف من المتاحف إفادة المتعلمين ورفع مستواهم الثقافي، لكن المعارض يكون له أهداف غالبا ما تكون اقتصادية من البيع والشراء، بالإضافة إلى تحقيق بعض الأهداف التعليمية أو التثقيفية أو الترفيهية. يعني ممكن المعرض بالذات المعارض نعمل في مؤسسات تعليمية، بجانب الشق الاقتصادي في جانب ترفيهي أو تعليمي. لما بيعمل عندنا معرض، بيعمل معرض تراث بيكون قريب من المتحف، بيعملوا فيه خبصاج وبيجيبوا الجمل وبيجيبوا الطحونة وبيجيبوا التوب الفلاح الفلسطيني، لكن بضل أسبوع أسبوعين وبيزلوه. وفي أشياء منه ممكن تباع، بعض المنتوجات اليدوية، تطريز أو منتوجات يدوية من يعني أشكال بيعملوها الناس بأعمال يدوية، ممكن يبيعوا منه وممكن ما يبيعوش منه إذا معمول تراث، أشياء قديمة ليست للبيع. هذا بالنسبة لمقارنة بين المتاحف والمعارض.
لو قال لك عددي خصائص المتحف بتعدديها، عددي خصائص المعرض بتعدديها، قارن بيناتهم بتحط المقارنة في الصح والغلط. لو قال لك المعارض دائمة وثابتة غلط، لو قال لك دائمة ومتنقلة جاب نص من هان نص من هان، هذا نص صح نص غلط، دير بالك. فخذي الخصائص واحفظيهم وعرفيهم. طب اضربي لي أمثلة، أنا مش جايب هنا أمثلة، اضربي لي أمثلة في غزة عن متاحف أو معارض. عندك أي معلومات عن متاحف موجودة في غزة؟ أحسنتي. في عندنا متحف قصر الباشا الموجود في عند مدرسة الزهرة، في عندنا متحف الشيخ أحمد ياسين في بيته القديم عاملين بعض الشغلات من، في عندنا المتحف البلدي في خان يونس موجود في ميدان خان يونس فوق بلدية خان يونس. هو هيك واحدة أسمعها كتبالي من الأمثلة على المتاحف اللي هو المتحف اللي على البحر هذا، لا هذا مش متحف، هذا كوباية الشاي فيه ب 15 شيكل و 20 شيكل، هذا بس بتمرق من جنبه بترد عليه السلام وتقول له إلى اللقاء في جنات الخلد إن شاء الله. يعني إذا خشام أنا هذا الكلام. أنا قصدي يعني بالنسبة لغلاء الأسعار في الأشياء زي هذه، بس أما هو يعني ممكن واحد يدخله بالغلط، يعني ممكن لو واحد مثلا هو وخطيبته راح عليه مرة بين مش بيجيب فنجان قهوة بعشرين شيكل، مش مشكلة، لا أول مرة وكان معوش داق القهوة، هو بس أجار القعدة لعشرين شيكل مش عشان القهوة يعني، ليش بدها تطلع أنا بدنا نقول له كمان مرة تأجيل، إيش عمل له؟ طيب يلا مش مشكلة. إذن تضربين أمثلة على متاحف أو معارض، تذكر معرض الكتاب، معرض المصنوعات الوطنية، معرض اللي هو إيه التراث. إذا إحنا بدنا نميز بين معرض التراث والمتحف ولا لا؟ الفرق بين معرض التراث والمتحف إن التراث قد يباع منه بيكون مؤقت زيه زي المعرض العادي ولو في بعض الأدوات القديمة والإشي دي. لكن ممكن يعملوا إيش؟ يجيبوا البنات يطرزوا تواب ويبيعوهم أو قطع أو باكيت الكلينيك سادة أو حصالة إلى غير ذلك. خامسا العينات والنماذج المجسمة والديوراما. مين تعرف ايش الديوراما قبل ما نبدا؟ يلا شايفه كيف زين، احنا بنجيب لكم معلومات جديده. مين تعرف شو الديوراما؟ اكيد العلاقه بالنماذج المجسمه، اكيد. تفضلي. يعني عباره عن مجسم بس هو لمكان كبير، مثلا ممكن الناس يعملوا الجامعه الاسلاميه على بس على متر متر يعني بس. احسنتي، محضره الديوراما. طبعا اذا كان انا عندي نموذج لشيء معين، نموذج للكعبه، نموذج لمبنى الحيدان، نموذج لمبنى الاداره، هذا اسمه نموذج. لكن اذا حطيت هذه النماذج متجمعه يعني للجامعه الاسلاميه ككل عده نماذج مجسمه بصبح ديوراما. ديوراما للجامعه الاسلاميه بيكون عباره عن اكثر من نموذج على صعيد واحد او في مكان واحد. طيب نشوف احنا ايش المقارنة بين العينة والنموذج. نبدأ بالتعريف. العينة جزء مستقطع من الواقع، اما النموذج تمثيل مجسم للواقع. يعني لو احنا اخذنا عينة من صخور جبل الجرمق مثلا في فلسطين، اذا هذا ايش؟ عينة. لو اخذنا عينة من تراب فلسطين، في كتير بيجون على غزة وحاب ياخذ معاه شويه تراب من رمل البحر الناعم الابيض او الاصفر، بحطوا لها في قزازه وبكتب عليها هذا تراب فلسطين، فبياخذ هناك عشان تصير تقبل تراب فلسطين. وفي عينات اخرى كثيره بتروح تفحص الدم وخذ عينه من الدم، اذا هذا جزء من الواقع او جزء واقعي من كل، او جزء من كل واقعي، شيء من الواقع يعني. لكن هناك تمثيل مجسم للواقع، زي ما نجيب مثلا نعمل قبة الصخرة من البلاستيك أو الورق المقوى، هذا نموذج، نموذج من عدان الكبريت
لبرج إيفل مثلا، الجهاز الهضمي، الكلية. بس هو دائما بيجيبوا الشغلات اللي ايه يعني، هنتكلم عن نماذج في يعني نماذج قطاعات، قطاع طولي قطاع عرضي، او نموذج كامل للقلب. لكن لو نعمل نموذج مجسم للجهاز الهضمي بتكون ايش مع بعضه مع جسم الانسان كله محطوط، وهذا هتكلم عنه في ايه في انواع النماذج. كذلك من مقارنات العينة حقيقية والمجسم مصنوع او النموذج مصنوع، يعني هاي مقارنتين، اسباب استخدام العينات واسباب استخدام النماذج، في فرق بسيط نشوف هذا الفرق. هنا اسباب استخدام العينات لخطورة الاصل كالافاعي، وكذلك البعد المكاني. يعني مثلا لو انا عندي قلنا جبل الجرمق بنجيب جزء من حجارته، او ناس بدهم تراب من فلسطين الى غير ذلك. عدم توفر الاصل وقت الحاجه اليه مثل بعض المنتجات الموسميه، يعني مثلا عندنا المشمش بيطلع لاسبوعين زمان شهر زمان وبيخلص في السنه، فممكن نجيب عينه من المشمش مصبره، اما بتكون مثلا معموله عليها بسكر مركز او شيء بتصبر زي المربى، او مجففه او مجففه الى غير ذلك، هذا بسموها عينه. صحيح انه اجراء بعض التعديلات على العينات يعني يفقدها بعض خواصها، الا انه بتضل هي ايش عينه، زي ما احنا بنعمل في السمك بنعمله مثلا مجمد او بنعمله فسيخ او كذا، بكون ايش هو عين من السمك لكن اجرى عليه بعض التعديلات. اضافه الى ما سبق، برضو النماذج ممكن نجيب نموذج للافعى لخطورتها، بنعمل نموذج او لحيوان مفترس. وكذلك اذا بعيده بعض الاشياء بعيده بنعملها نماذج زي ما قلنا، يعني برج ايفل او كذا. وعدم توفر الاصل وقت الحاجه اليه، يعني مثلا نتكلم عن المسجد الاقصى مش كنا نتكلم نروح على رحله او كذا، بنكون عندنا نموذج له. لكن بالاضافه الى الاشياء الثلاثه، في شيء خاص بالنموذج اللي هو كون الشيء الاصلي كبيرا فيستحيل دخوله في غرفه الصف زي الكره الارضيه او الدبابه او الطائره او الفيل، او متناهيا في الصغر زي الذره او البكتيريا او الحشرات الصغيره. واضح؟ هذه الاشياء غير موجوده في في العينات، لانه هي حجيب عينه حتكون برضه صغيره او حجيب تكون كبيره. واضح؟ تفضلي. بجيبها محنطة، يعني التحنيط زي قلنا التصبير، كل الحيوانات المحنطة يجوز تحنيطها للتعليم من ناحية شرعية. يعني هذا بكون عينة من سم الحية مثلا، لكن لو أنا بدي حية عشان أشوف أنواعهم بجيب عندي عدة أنواع، أو بجيبها في لوح يعني في حوض من الزجاج أو صندوق بجيب الحيات. انت لو دخلتي حديقة الحيوان في الجيزة في مصر تستغربي من كبرها ومن الأجنحة اللي فيها، ممكن تلاقي جناح للطيور. انت تدخل كل جنينة بسعر الدولة مدعوم بربع جنيه، يعني ولا إشي، وكأنك دخلتي مجانا ربع جنيه ولا إشي، يعني جنيه أقل من الشيكل بكتير بست أقورات، فربعه يعني بدخلوا العرب تنفار بشيكل تقريبا. لكن بعد كده اذا انت حابة تدخلي فرع من هذه الافرع، تدخلي فرع الطيور ممكن تدفعي كمان تذكرة تانية جنيه او كده. الافاعي برضو ايه الى مكان لحالها، كلها في احواض وصناديق من الزجاج بتشوفوا كل انواع الافاعي، والطيور بتشوفوا يعني طيور مختلفة. لكن الحيوانات اللي هي برا بتشوف الفيل وعنده اللي هو الحارس تبعه او البطعم او السايس بسموه، اللي بيكون ماسكه وبيخليك انت تقدمي له شغله جزر ولا اشي، بياخذها الفيل بخرطومه وبياكلها وبيلتقطوا لك صوره معاه عشان تدي له بخشيش بسيط. كذلك مثلا رحت عند الزرافه بحطوا له في جيبتك حاجه هنا، بتجي الزرافه تطمن عليها بتاكلها بقوم ماخذ لك كمان صوره، وهكذا. بعد ممكن تتمتع. اكثر مكان بقعدوا فيه قبال القرود. القرود بيطولوا عندها لانه ايه بتسلي. اي سؤال لحد الان عن العينات والنماذج؟ حناخذ الان
يعني أنواع حفظ هذه العينات. العينات عملنا مقارنات، حناخد العينات بأنواعها والنماذج بأنواعها. عندنا تختلف طرق الحفظ، طبعا في الحفظ الجاف وفي الحفظ الرطب. احنا مش حنوغل كثيرا في الطرق هذه، لأنه يمكن تكون بس بتخص تعون العلوم يعني، ولعل العلوم يعني قلال الأحياء أو غيره، وهم بتعلموها كمان في دراستهم، لكن أنت عشان يصبح عندك فكرة. فعنا الحفظ الرطب والحفظ الجاف. الحفظ الرطب سهل جدا، اللهم أنه بنجيب مرتبان عادي من الزجاج أو البلاستيك، لو الزجاج أحسن، بنحط فيه 20% مادة حافظة زي فورمالين، بنفع مواد يعني جلسترين، فورمالين، فورمالهايد إلى غير المشتقات هذه، زيت برافين إلى غير ذلك، فورمالين، و 80% نخلي شوية للوسع للعينة ولا لا، لأن نحط العينة بده يكون وسع، 80% ماء. الآن بنحط الحية اللي بدنا إياها وبنسكر عليها. في بعض الأشياء بتنفع رطب وجاف زي الأفاعي والسمك والشرذاذي، بس في أشياء بنفعش إلا جاف اللي هي إلها ريش زي العصافير والصقر والنسر والحمامة والدجاجة إلى غير ذلك، بنفعش نحطها في داخل فورمالين وداخل، لا ما بينفعش، هذه بس جاف. الحية تنفع على كيف؟ تحنيط، وهذا التحنيط دير بالك اللي بتحطيها في الرطب برضه تحنيط، لكن عادة بيستخدموا التحنيط للفواكه زي ما قلنا، ولا بعض الأشياء اللي أصلا بتعيش في الماء زي الأسماك، الضفدع، السلحفاة، حتى السلحفاة جاف أحسن يمكن لأنه بتمسكيها وزي، ففي أشياء بينفع جهتين. إذا صغيرة السلحفاة وزيك أحطيها في المرتبان وخليها إيش رطب، وإذا كبيرة ممكن تفضيها. الجاف الآن طريقة حفظه أصعب شوية وبده شغل وبده تعب، وفي عندنا فيلم لتحنيط صقر برضو، هذا بتطلبوه أو بننزله على الموقع أو في له رابط عندي على الصفحة، تسمي إيش اللي هو فيلم التحنيط، هذا فيلم التحنيط، ممكن تحضريه فيلم التحنيط، هذا أفلام. طبعا يعني باختصار أنا مش هشرح يعني بالتفصيل الممل، لكن هيكتب لك التعرف على الخطوات، شاهد فيلم التحنيط. هاي عندك الخطوات، يوضع الحيوان على ظهر وشق بالمشط، يعني نجيبه احنا، هتقول كيف حنقتله، كيف نموته، كيف نخدره، ممكن احنا اصلا هو يكون ميت حديثا. تفضلي. فبنحط ايدنا عليها وبالتالي بنخدره، طبعا بكون تخدير من تحت الجناح. ممتاز، يعني طريقه كثير كويسه، هذه بتنفع لل عملاها يعني علومها. فاحنا ممكن نديله بس في الابره سرنجه فاضيه برضه بموت، او فورمالين، او اي طريقه بحيث انه ما تكونش يعني انت تذبحيه ويصير دمه مخرب ريشه وشيء زي هيك ولا لا؟ بالضبط. اذا عندنا الامر سهل جدا. بعد ما بنجيبه بنحطه على ظهره على المكان ممكن ثبته، وبنشق الصدر. الآن ضروري نطلع كل شيء بداخله، تستغرب انه كل شيء بدك تطلعيه، تطليعه سهل جدا، يعني بتقصي انت الجذع بدون ما تفتح البطن، الجذع هو مغلق من عند الأطراف الستة. ايش هم الأطراف الستة؟ جناحين اثنين ورجلتين اثنتين والرقبة والديل. فبتقص كل الجذع هذا وبترمي في السلة المهملات منيح، وبعدين بتبدأ تنظفي شوية من الفخدين وشوية من الجناحين، وبتحاول تطلع كل إشي حتى الرأس، تسخب الرأس بالمقدح من الداخل، مقدح هتفرج على الفيلم،
وبتخرجها من الداخل وبسرنجة بتشفطي كل اللي في الداخل من المخ والدم والسوائل، وحتى الحنك تفتح التم وبتطلع اللسان ولا يعني، يعني لو تحاول ما تخليش إلا الجلد والريش، خليش إلا الجلد والريش. طبعا أنا لو بدي أرسم الطائر يعني رسم تشكيلي إله، الآن قلنا هاي الرأس ماشي، بدي أرسم الرأس مفتوح عشان أقول له أنه بنطلع الحنك ماشي، هاي الرأس وهي عندي الجناح الأول وهي الجناح الثاني، تكلم عن الجذع، عندي الفخذ والساق الأول والفخذ والساق الثاني، وعندنا الديل. هذا تشكيلي بهمش عشان أوضح لكم إياه ليش. أنا مش رسم، أنا قادر أرسم لك هاي الحمامة وأقول لك هاي إيه وملك منظر حلو وإلها ديل وإيه وبتطير مش عارف، لا أنا بديش أرسم، بدي أرسم رسم تشكيلي ليش؟ عشان أوضح إنه من هنا بنثقب مش من هنا، عشان ما خربش الرأس مش على المكان تقول عنه الطالبة، من الداخل بنثقب عشان أوضح إنه بدنا نقص إحنا الجذع، هذا الجذع كله من الأطراف الستة، هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ولا لا، بقص الجذع. بدي أوضح هذا الجناح مكون من ثلاث أجزاء بتشوفوها، هاي جزء هاي جزء هاي جزء ولا لا، الجناح زي الإيد هيك تبعتي. لما تروح تشتري الفراخ انت والزلمه نظف لك اياه، الجزء هذا بقصه وبرميه، وهذول اللي ايش ممكن تشتري جناحين عشان تشويهم، هاي الجناح هم هذول اللي بدنا نشيلهم اذا بنقدر، وهذا اللي ريش بنخليه بعكس اللي، لان هذا فيه لحم، اللي فيه لحم بدنا نشيله واللي فيش فيه لحم بدنا نخليه. يعني ممكن تشيلي هذا كلها وتقصيها بالقطاع من هان، وهذه تحاول تنطيها شويه، لكن هذا بتضلها اللي فيها الريش، وكذلك الجناح الثاني. والفخذ مكون برضه من ثلاث اجزاء، هذه اللي بقصها وبرميها، الأخرانية اللي فيها الأصابع هي اللي بتضل، والشيش طاووك هذا اللي بنعمل شيش طاووك بدنا نشيله، والدبوسة هذه بسموها دبوسة بدنا نشيلها برضو إذا بنقدر، يعني خلينا نقول ما نخليش فيه إشي فيه لحمة أو سوائل. خلصنا تنظيفه من الداخل بقدر ما نستطيع، بنجيب مادة احنا بنعجنها مع بعضها عبارة عن جير، يعني الشيد جير حي حتى الأعين بنشيلها شفتوا كيف، والأجنحة وبقايا اللحم. الآن المعجون هذا اللي بنجيبه عبارة عن مخلوط من الجير والفورمالين ومعجون حلاقة، كمان نحط معجون حلاقة. هتقول لي ليش معجون حلاقة؟ لو قالك علي لي استخدام معجون حلاقة في العجينة اللي بندهن فيها مين بتفكر ليش؟ في مادة ايش؟ صحيح في مادة، بس ايش مالها؟ احسنتم والله محضرين ما شاء الله، ملينة. بص معايا، الجير فايدته بيمتص الرطوبة الماء ولا لا، اي سوائل ضل يمتصها الجير، والفورمالين مادة حافظة، ومعجون الحلاقة في مادة ملينة زي الفزلين او زيت البرافين اللي قلنا عنه زيت الخس، لما بيحلقوا الناس عشان الجلد هذا ما يكرمشش وما يكونش جاف ويكون، فايش بحطوا فيه الماده هذه. فاحنا بنستخدم معجون الحلاقه وبنعجنه مع بعضه وبندهن فيه الجلد كله من الداخل. فلو قال لك يعني عللي استخدام معجون الحلاقه عرفت لايش، استخدام الجير عرفت لايش، استخدام الماده الحافظه الفورمالين عرفت لايش، مزبوط؟ طيب في سؤال في هذا الموضوع بيجي في الامتحان بس انا بقولوش، يعني انا ايه هيني بشرح كويس وبقولوش، هذا من التركات ومش كل الاشياء بتنقال، بس خدي بالك خدي بالك. اذا دهنا الجلد بالمعجون، بعدها ايش بنجيب؟ القطن او القش يعني عشان يشكل شكل الطائر، وبنحط فيه شوية برضو جير عشان لو فيه رطوبة ما يعفنش القطن نفسه، فبنحط ايش شوية، وبنبدأ نحشيه في باقي أجزاء اللي طلعناها في الجناحين وفي الرجلين وفي الايه وفي جسم الطائر ككل. مع ذلك الطائر بضله ايه
ما فيش إشي هيكل عظمي يحميه من الداخل ولا نقصينا العنق والذيل والجناحين، فبلزموا إيه؟ أسلاك. نستخدم معاه سلك مطاوع بحيث يعني يشكل لي شكل الطائر، بدي إياه فرد جناحينه هيك، بدي إياه ضممهم، بدي إياه عامل رأسه هيك، بدي إياه كذا. إذا بحط أسلاك مطاوع. ليش مطاوع؟ عشان يسهل تشكيله. ليش مقلفاً؟ عشان لا يصدأ. يعني كل حاجة قلناها لها سبب. هذه الأسلاك بندخلها في الأطراف الستة، بنجيب يعني سلك من الرأس للذيل وسلك من الجناح الأيمن للساق الأيسر وسلك من الجناح الأيسر للساق الأيمن. بيعملوا إيش يعني؟ إيه لو حطينا من الجناح للجناح يصير الجناح كله يميل، لكن بنحط الإيش من خلاف الجناح اليمين مع الساق الشمال عشان يمسك أكتر، وبنتني زي ما بدنا فارج جناحينه وباسط جناحينه وكل هن الست أطراف بكون متني عشان ما يطلعش، ما عدا اللي في الرجلين هذول بنطلعهن لبرا بزيادة، بنسخه بالرجل وبنطلع السلك هذا منها عشان نربطه على جذع شجرة أو على خشبة عشان تثبيته. في ناس بيطلعوهوش هو، بروحوا حاطين السلك من الخارج في قلب الرجل، هذا سهل انه يطلع تاني، لكن انا بدي اكون مقصل في الطائر من الداخل عشان ما يطلعش بسهولة. زي اللي بيجي علق المروحة هذه، لو حط سيخ من هنا هيك ممكن يقع، لكن بروح على الحديد اللي هناك واربط فيها سلك قوي وبنزله فبيحمل المروحة عشان يبتقعش عليكم المروحة. لكن لو حطينا من هنا سلك ممكن ايه تقع، عشان هيك انا بدي اللي في الرجلتين اسيبهم طالعين، لكن الباقيين هذول بكون انا تاني الراس عشان ما يطلعش ويصير يصدر غير ذلك. واضح؟ طيب بعد هيك يعني ممكن نحط له الان عيون صناعية بتنباع حتى الحيوانات، في بتروح على مكان ببيع كلف الخياطة والزراير مش عارف ايه، بتلاقي عيون صناعية بيعملوها دبدوب وارنوب ومش عارف ايش، فبتشتري عيون صناعية. لو ما لقيتش عيون صناعية كنت تستخدمي اللي هو القلول البنانير هذولا، بتجيب صغار تحطي لهم او يعني حسب لون العين الخرز زي تبع السبحة او غير ذلك يعني، لكن العيون الصناعية موجودة الحمد لله وبكثرة. وكذلك الحيوانات الكبيرة بتحط يعني بدل اللسان قطعة من البلاستيك الأحمر الوردي. يعني ستقول أنا رحت في مصر في عند الحسين ببيعوا شغلات محنط زي هيك صينية، تكادي تشوفي إيش تفكري طبيعي اللسان، وهو أغلبه إيه معمول صناعي. يعني في بعض النماذج معمولة نماذج مصنوعة صناعة وليس محنطة، بتنظري لها بتفكريها محنطة، يعني ست مش قادرة تميز بين إن هذا الشيء محنط أو هذا الشيء نموذج يعني مش حقيقي. لو قلت لهم بينه مش حقيقي يعني مش حي، لكن هل هو بالفعل ثعلب مسكينه محنطينه لانه بتشوف اسنان ولسان وكل اشي، ولا هو نموذج مصنوع؟ طيب طبعا نكمل باقي الخطوات. طبعا احنا تكلمنا عن وضع الاسلاك، قلنا بتم تشكيل شكل الطائر والعيون الطبيعية. طبعا في الاخر بنخيط الطير بطريقة ما يبينش الخيطان فيها، وبنرجع الريش وبننظفه وبنثبته على قطعة من الخشب او يعني ممكن زي شجرة. يعني بهيك احنا قبل نقول خلصنا من هذا، في خطوة اضافية بدي اضيفها من عندي يعني يمكن مش موجودة في الخطوات اللي هنا او موجودة ما خدتش بالي، الا وهي انه بعد ما احنا عملنا كل اشي بنحط المادة الحافظة هذا الفورمالين في الاسترنجة وبنحقن بعض الاماكن التي لم نصل اليها زي الذيل من اطراف الذيل، واحنا ما طلعناش العجز كله، فلازم هذا عند الذيل نحقنه عدة حقن بالفورمالين زي عند
في الفم وفي الرأس وعند العيون زي أطراف الجناحين، وين إحنا ما قدرناش نصل ونطلع كل اللحم الموجود بنحط إيش، بنحقنه بالفورمالين. هذا طبعا بالنسبة للطيور. لو عندي حيوانات يمكن أسهل، لو أرنب، الأرنب ما أنت عارف سهل سلخه يعني، تفتح بطنه بتطلع كل إشي بسهولة الأرنب. كذلك لو ثعبان الحية برضو سهل جدا، شوية بتشق بطنها وبتسلخيها زي ما تشلح الجربانة، بتنقلب كل جسمها وبيرجع إيش تاني، وكله بنحط فيه أسلاك من الداخل. يعني أنت بتشوف الحية جاي الثعبان، هاي عندي في الحفظ الجاف بتكون شايفها يعني الحية عاملة إيش بالشكل هذا. إيش اللي خلاها بالشكل هذا؟ أحسنت، فيه في داخلها سلك ملولو زي الزنبرك، وبتصير إيه يعني الطرفة. كان مرة عندنا ثعبان زي هذا محنط وجاف، وكنا عشان ما يتلفش حاطينه برضه في مرتبان بلاستيك، لكن يبدو أنه هو شوية أطول من المرتبان، فكنا نضغط ونسكر عليه، لما نفتحه للبنات في الجمية تلاقي له ناطط نص البنات الشردين، بطلنا نستخدم يعني مناش نروعهم نخوفهم. كمان مرة بالفورمالين عشان يجف. طبعا لو انت حطيت كمية مناسبة من الجير في الاصل وطلعت اللحم كويس بجف، بقرمش العادة. احنا قلنا بدنا نلين جلد الطائر لما حطينا معجون الحلاقة، لو ما حطيناش معجون الحلاقة بكرمش جلد الطائر. الحاجة كمان ذكرتني عن الاخت لما تكلمنا عن الفورمالين وانه بكرمش، وانه في بعض الناس بيكسلوا بطلعوش كتير من هذا، فممكن بعد شوية تشم رائحة بتحس انه بدأ يتعفن. على هذه القصة احنا مرة طلاب زي هيك عملوا فيه ضحكوا علينا، جايبين طائر على ما اظن ديك احمر هيك، وجابوه قول يوم الاربعاء وعشان نحط لهم عليه الدرجة محنطينه، وحطناه وجينا مروحين اجازة خميس وجمعة، جينا السبت عن بعد كذا متر من المبنى شان ما ريحت فيه حاجة ايش فطيسة. يعني خلاص هم مش عاملين اشي ضحكين علينا، فرحنا طلعنا لقينا ايش ريحته هذا، يعني مسكناه ورمناه ضل المكان كذا بدك بتاعت الهادي المعطر لما ايه تزبط معنا. المهم فصرنا ما نحطش الدرجة على طول، يعني انه صار طرق في حفظ في فحص الاشي محفوظ صح ولا مش محفوظ. شيء تاني بنخليه لاخر فصل وضع الدرجة له عشان نتأكد انه هل هو بده يتلف ولا بدهش يتلف. فبنشوف انواع النماذج. في عنا النماذج المسطحة او نماذج الشكل الخارجي، طبعا زي بتشوفيها الطائرات او السيارات بكونش من داخلها في اشي، زي مجسمات يعني ايه النموذج قبة الصخرة، في داخله لا في صخرة ولا في اي حاجة، انت بتشوف ايش بس النموذج الخارجي، هذا نسميها نماذج الشكل الخارجي. في عنا القطاعات زي قطاع طولي في الكلية او عرض في الشجرة او في العين او غير ذلك أو في الأذن. النماذج الشفافة بكون لها غلاف خارجي شفاف من البلاستيك مبين ما بداخلها من أجزاء. النماذج الشغالة وهي تعرض وظيفة شيء يعني حقيقي، زي مثلا بتشوف أنت نموذج لساعة كيف الساعة بيمشي عقاربها، أو لساعة رملية. أنت عارف الساعة رملية؟ لو جبت قزازتين وحطيت في قزاز رمل وحطيت ثقب بسيط بين القزازتين وإيه، ولما ينزل الرمل تحس بيله وتعلمي، هاي 10 ثواني، هاي 20 ثانية، هاي 30 ثانية، 6 نمر بيطلع ايش وكانه دقيقة. بشوفها في المسابقات، بشوفها في المسابقات الساعة الرملية، انت بتقدر تعمليها بسهولة. لو جبتي قزازتين بلاستيك تاعون علبة الكول هذا بتشربيهم، وحطينا هاي القزازة الأولى والقزازة الثانية زيها، هنا في ثقب صغير بيناتهم من الغطايا، القزازتين قد بعض أكيد، والرمل بينزل من هذه بتعلمي، هاي 10 ثواني، هاي 20، هاي نص دقيقة، هاي 40 50، هاي دقيقة كاملة، وبتكتب على القزازة وبتقلبي كمان مرة وبتعلمي ايش القزازة الثانية. طبعا كل ما كان الثقب صغير كل ما اخذ وقت اكتر. بتحط بين الرمل
يعني شغلات يعني لو حطيت مثلا انت مسحوق الطباشير حط بيناته اشياء ما تخلوش يلبد، والرمل ما هذا حط يعني في شغلات ما ينفعش تحط مثلا ملح او سكر او شيء لانه ايه بتميع او بزن، فتحط انت رمل ناعم وهذه سهله جدا. هذا بنسميها احنا ايه الساعه الرمليه او نماذج شغاله، ممكن تجيب الى جهاز التقطير، تجيب الى المروحه للمولينكس لاي حاجه تعمل نموذج يكون شغال. في عندنا نماذج القابل للفك والتركيب اجزاء اجزاء زي نماذج جسم الانسان، لو فكيت الرئتين فكيت القلب فكيت هذا ورجعتهم، بتشوفي هذه في اللعب تبعت الاطفال بفك كل شيء برجع بركبوه. في عندنا النماذج المفتوحه اللي في لها مجال تشوفي ما بداخلها زي جزء من القلب، مو بكونش بنفك وبتركب كله لا، ولا هو قطاع لا، هو ايش له فتحه فيه مبين في الاذين والبطين ومن فتحته بس، او امثله اخرى لشغلات مفتوحه يعني انت تشوفي ما بداخلها. هاي قال لك زي جسم جهاز الهضم في جسم الانسان. الان الشروط الواجب توافرها في النماذج، يعني ليش ايش يكون النموذج؟ المحافظه على نسبه الاجزاء تفضل الى بعضها ونسبه الاجزاء الى الكل. يعني لو انا عملت مثلا نموذج لقبه الصخره بده يكون هذا النموذج الاوجه تبعته 6 ولا 8 قبه الصخره، الاضلاع تبعته هو سداسي ولا 8؟ مالكم مش عارفين؟ فلسطينيين انتو ولا جايين من الخارج؟ قبة الصخرة لو رحت لك 8 ولا 6 أضلاع لها؟ 8. أنا زرت عديد من المعارض، بل عشان أكون صريح عندنا بغرفة الوسائل التعليمية لقيت مرة الأخ الفني بيشتغل نموذج لقبة الصخرة كبير وعامل 6 أضلاع، وعمري ما دخلت معرض إلا ألقى فيه هذا الخطأ الشائع. بدخل معرض يكون فرحانين وعاملين الجمعية الفلانية أو المؤسسة العلانية وفرحانين عليه وحاطين وهالقبة الذهبية وهالأبواب وهالكذا وكبير، من حد ما أدخل أقول لهم هذا مسكوه حتفوه برا لأنه غلط، بعلم أولادنا غلط. إحنا عندنا قبة الصخرة 8، يعني بتلاقي هاي القبة وهي عند الأضلاع 8، وكل ضلع من هذه الأضلاع هان عندي 4 أبواب على اتجاهات الأربعة، هذه أبواب وهان شبابيك نوافذ وهان القبة. فأنا لما بدي أعمل هذا النموذج مش لازم أعمل يعني أول إشي 6 أضلاع أو أعمل إشي زي هيك ضلع صغير وضلع كبير، إذا تكون الأضلاع كذلك بده يكون مناسب للمستوى العقلي للتلاميذ. انتوا يا بنات بشوفكم يعني احنا سمحنا لوحده صاروا طالعين 10، حقيقه انا حامنع الطلوع. ليش؟ الا لما النادي الاسماء اولا، ثانيا ممنوع الخروج، يعني احنا دعونا نقول بانه احنا سمحنا لبنت او بنتين عندهم تعارض استاذنوني فقط تنتين، لكن طلعت اول بيجوا 5، احنا من اول يوم قلنا فيش تعارض، وانا اخشى ان الان طلع مش عشان التعارض، لا خلاص زي بدهم يروحوا. فالان بدي اعلم اقبال اسماء لما ننادي عليهم ونعرف ليش طلعوا، اللي طلعوا بدون استئذان حسوبين غياب. لما كلكم حطيتوا يا بنات انت ما سجلتيش في كشف تاني بتسجلي، خذ اعطيها تسجل في كشف هذا. ليه مش نغلبك الاخت اللي ورا؟ ورا ورا هناك ورا. كمان ايوه رجعوا لورا. لابد من ذكر مقياس الرسم في حال عدم مضاربة حجم النموذج للحجم الاصلي. يعني لو انا عامل نموذج للكرة الارضية بدي اكتب مقياس الرسم، او نموذج ل زي ما قلنا المسجد الاقصى وقبة الصخرة بدي احط مقياس الرسم. مقياس الرسم ممكن يكون 1 إلى 1000 أو 1000 إلى 1، وبتشهد بنقولها وبتشهد بنقولها. تفضل.
كبيره. صحيح. اما في القلب لوحد مثلا اشياء صغيره جدا كبرناها. كبرناها. احسنت. الاشياء الكبيره وصغرناها بنقول واحد عن كل 1000 او عن كل 10000، لكن الاشياء الصغيره وكبرناها بنقول 1000 مره عملنا عن كل واحد. ارتباط نموذج بهدف الدرس، ان تكون كتاب المرافق للنموذج مقروءه وواضحه، يعني تكون كمان يعني مقروءه، مش تجيب نموذج صيني وعليه كلام بالصيني ونقول خذوا، مش حيعرفوا العرب اذا ما تكون عليه كتابه مقروءه. الالوان صادقه ومتناسقه، يعني قبه الصخره تكون ذهبيه، الازرق هذا لهذا، الابواب كذا. يراعى ان يستخدم النماذج ايضا توظيف وسائل تعليميه مرافقه بهدف المزيد من الوضوح والشمول والاغناء. خلص. طيب للديوراما، لعل احنا لما اثرنا يعني تفكيركم قلتوا وشرحناه، هو عباره عن يعني مجسم مصغر عن البيئه، طبعا زي سوق شعبي او حياه باديه او صناعيه او زراعيه الى غير ذلك. تصنع الديوراما من عناصر مختلفه ومتوفره في البيئه، يمكن للطالب معرفه صناعتها، تساعد الطالب على يعني مهارة الابتكار، تطوير بعض المهارات والقدرات العقلية زي الوصف والملاحظة وغير ذلك. تتميز بأنها غير مكلفة ويمكن إشراك الطلبة في إنتاجها. هذا بالنسبة للمناظر المجسمة. لو يعني أنت حبيتي تعرفيها بس بكلمتين بيطلع صح. لو قلت لك عارف الديوراما كتبتي المناظر المجسمة صحيح. خامسا، أنا بتهيألي سادسا، خامسا، خلاص خامسا. طيب طيب بسيطة نشوف احنا، هاي عنا خامسا، هاي العينات والنماذج. طب اولا ايش؟ سبورة. ثانيا ثالثا صور ورسومات، رابعا المعارض والمتاحف. المتاحف والمعارض تختلف، خامسا العينات والنماذج، سادسا اذا في عندنا غلط ولا لا؟ كيف انا كشفت على طول؟ سادسا اللي هو ايه؟ بدل خامسا سادسا، الرحلات التعليميه والزيارات الميدانيه. طبعا مرتبطه بالمتاحف والمعارض وبالعينات والنماذج، لانه موجود في المتاحف والمعارض عينات، والرحلات التعليمية والزيارات الميدانية فيها زيادة عن انه بدل ما يجيبوا لي انا الاشي عندي في الصف واشوفه وانا قاعد على المقعد ونفس الظروف فيه زقية والزهق والكذا، لا انا بروح على المكان وبشوف بعيني وبشاهد وبألمس بايدي، ويمكن لو رحت على مصنع زي مصنع الكوكاكولا يدوني قزازة واشربها، او مصنع الاسكم يدوني حبة وناكلها مصغر ولا لا، كنا حب علينا لما نروح هناك. إذا الزيارة الميدانية أقل شوية من الرحلة. الزيارة الميدانية بكون عدد الطلاب فيها قليل، بكون مكانها قريب، وبكون إيه؟ بنبعث مندوبين عن الصف. يعني مثلا مدتها قصيرة. المدة قصيرة والمكان قريب والعدد الطلاب قليل. الرحلة لا، بكونوا أكثر وأبعد والمدة طويلة. الزيارة الميدانية عادة بكون هدفها تعليمي، والرحلة بكون تعليمي وترفيهي. في ترفيه وفي ايه؟ تعليم. طبعا عشان تكلم عن الزيارة الميدانية، في ابراز الفائدة التربوية، علاقة وثيقة بالنهاج، زي ما قلنا يعني ممكن يروحوها بعض الشباب بينقلوا الخبرة لباقي الطلاب التانيين. الان تكلم عن الرحلات اللي هم اطول، عشان انتوا كلكم لما تصبحوا معلمات حتطلعوا الاطفال او البنات تعلمهم رحلات. فانت كمعلمة لازم تكوني عارف ايش خطوات الرحلة. يعني خطوات الرحلة في عنا ثلاث خطوات كبيرة او ثلاث مراحل. المرحلة الاولى طبعا من بداية الرحلة حتى وصول الموقع. من بداية الرحلة حتى وصول الموقع. خطوات سهلة. طبعا بدنا نقول لهم احنا وين رايحين، ايش الهدف من الرحلة؟ مش نبقى رايحين مش عارفين ليش رايحين. بدنا نوزع عليهم خارطة بخط سير الرحلة. انت الان بتسمع في خطوات بقولي طب والله كنا نطلع رحلات ما كانوا يعملوا ولا شيء من هذا الاشي. طب صحيح، هم لو بيعملوا كان ما خلوناش نعلمكم، بتطلع معلمات بالفطره.
لكن احنا وين هم عندهم اخطاء وما بيعملوها وضروري يعملوها بنعلمكم اياها. فضروري يقولوا للطلاب الهدف من الرحله ليش. يعني مثلا اضرب كل حاجه على مثال ونخلي المثال هذا واضح، انه احنا بدنا نزور مثلا معبر رفح الفلسطيني الحدودي بين مصر وفلسطين، نروح رحلة عليه، عرفنا الهدف عشان نشوف كيف صالة الانتظار، كيف صالة القدوم إلى غير ذلك، إيش الإجراءات اللي بيعملوها لما الواحد بيسافر. بنديهم خط سير الرحلة، إنه حنطلع إحنا في البداية من هان للوسطى، بعدين حنميل على خان يونس، بعدين حنروح على رفح. إذا في خط سير، يمكن يكون لا في الأول بدنا نطلع على الشمال عشان في لنا هدف هناك، وبعدين نكمل على رفح حسب محاولة الاستفادة من كافة المواقع عشان تستفيد من المواقع اللي بدأ مر فيها. يعني بمعنى وانا رايح على رفح ورايح ممكن امر على المحررات، لو قلت لكم ان هذه المحررات كان اسمها كذا وكذا وكذا، طلع منها كان فيها كذا مستوطن، الان زرعت بالتفاح وباللوزيات وبالزيتون، اذا معناته انا بستفيد من ناحية وطنية، من ناحية اقتصادية، بعرف الطلاب، مع انه هدف الاساس كان وين؟ رفح. توجيه ارشادات للمتعلم مجرد وصول الى الموقع المطلوب. يعني كمان عندك وصلنا وقبل ما ننزل بدنا نقول لهم بتمشوا اثنين اثنين مثلا او واحد واحد، ممنوع تصيبوا اشي، اذا كان زرنا مثلا مصنع يعني مثلا مصنع الأسكم وكذا، أو زرنا متحف في الطريق أو أي حاجة، ممنوع يصيبوا إشي، ما تتأخروش، التعليمات كذا كذا، المعاد كذا كذا إلى غير ذلك، عدم التنقل في المكان إلا إيه بإذن. هذا بالنسبة إيش المرحلة الأولى اللي هي إيه من المؤسسة التعليمية اللي إحنا فيها، المدرسة أو الجامعة، حتى وصول الموقع. الآن أثناء التواجد داخل الموقع، يعني وصلنا وبدوا إيه بدوا ينزلوا، أول إشي متابعة حركة دخول المتعلمين، يعني من المعلمة بترتبهم اثنين اثنين وبنشوفهم، وبتمشي مع كل مجموعة معلمة، منح الفرصة لكل متعلم لشاهد المعروضات بتأني وانتظام، سواء احنا في مصنع او في معرض او في متحف او في المكان اللي ضربناه المثال، حتى لو بدنا نصل المعبر رفح بنفرجيهم وين صالة الانتظار، وين صالة القدوم، وين صالة المغادرين، وين بيعمل الجوازات، فبخشوا اثنين اثنين او مجموعة مجموعة بهدوء بانتظام. ضروري المحافظة على الجدول الزمني المحدد. يعني عادة لما احنا نستفيد من بعض الأماكن، إذا ميلنا على مثلا الملاهي، ملاهي البشير، البنات بيقعدوا بطاولة هناك، ممكن يكون على حساب المكان الأصلي اللي أنا بدي أروح له. فضروري نحدد، مثلا إذا بدنا نقعد ساعتين بنقول لهم ساعة، لأن الساعة الثانية عبين ما نجمعهم. فبنقول لهم احنا قاعدين من 10 إلى 11. لأنه يا دوب نخلصهم على 12 وهكذا. تسجيل المتعلمين على مشاركة فعالة والجدية في التعامل مع أنشطة الزيارة. يعني في بعض المتعلمين بروح من حد ما يصل المكان بكون خامل أو كسول أو كذا، بقعد على شقة بطلع الأكل وصير ياكل، وش بده في مصنع الكذا ولا وش بده في المعبر رفح، وبس جاي طالع إيه يترفع. لا، ضروري نشجعه على إنه يتابع ويمشي. القيام بتسجيل ملاحظات ومتابعة أنشطة المكلفة التلاميذ. يعني أنت كمعلمة لا تكتفي بإنك بس تشاهد وبس، لا، في جيبتك دفتر نوت صغير بتطلعيه وبتبدي تكتبي انه الجدول الزمني مثلا ما كانش كافي، المكان الفلاني مش مناسب انه نجيله، مثلا يمكن يكون في مصنع وفي شباب مثلا، والشباب كان تعاملهم سيء مع البنات، او العكس انا جاي طالع برحله شباب ورحنا على مصنع يعني بيشتغلوا فيه بنات، فمش كويس برضه هذا المصنع الدخل. يعني امور ليه ممكن يكون مثلا امور اخرى، الطلاب اللي كانوا مش نظافية لما خدناهم على المنتزه رموا اغراض الاكل وبواقي الاكل في ايه على الانجيل الموجود كذا، فانت بتسجلي بحيث انه ثاني مره تستفيد من هذه المعلومات والبيانات اللي انت ايه سجلتيها. طبعا متابعه الانشطه المكلفه للطلاب زي ما قلنا، اللي بده يصور بنقول له ايش صور كذا، الفيلم خلص، البطاريات، مش عارف ايه، وهكذا تبع النظافه، وهكذا تبع الطعام الى غيره. إذا وصلنا مكان وفي مرشد بيشرح، نفرض احنا على المسجد العمري وفي المسجد رجل بيجي بيقول لنا هذا المسجد كان كذا كذا، وهذا الأعمدة مش عارف ايه، وهذا المكان، وهذا الفناء، بيشرح لنا ولا لا؟ ما بيجوز ان انا رحت لمرة
ثاني مرة أروح أقول له لهذا المرشد أو في مثلا قصر الباشا أقول له لا أنت خلص صلاة العافية تريح وأنا بدي أشرح للطلاب. لا، هو اللي بده يشرح، هو اللي بده يشرح. ليه؟ لأنه بحدث معلوماته وهو أخبر، حتى لو أنا المعلومات القديمة ممكن أنسى جزء منها أو هو يكون حدث عليها أو هم أضافوا جناح جديد أو عملوا شيء جديد ولا لا. إذن ما بجوز أنا أشرح. مرة إحنا أخذنا البنات رحلة على المسجد العمري، فيبدو أنه رايحين بدري، كانوا أول مشوار وبعدين بدنا نطلع على الجنوب. فالساعة الرجل المرشد هذا ما كانش موجود، ففي راجل ماسك ممكن الكهربية وقاعد بكنس في الموكيت فيبدو باقي يسمعه بيحكي. فلما أجا إلا هو إيش أجا يشرح لنا سبت يشرح. بارك الله فيه، يعني جهد منه مشكور. لكن وصل لعند نقطة في عمود في المسجد العمري وكان عليه الشمس، وبقول هذا أصلا كان معبد روماني وكانوا بيعبدوا الشمس، وبدأ إيه يحكي مغالطات تاريخية. فقلت الله يعطيك العافية، قبل ما تقطع الكهرباء روح كمل شغلك. وأنا إيه قلت من البنات مش ممكن هذا يوم ما يكون معبد روماني، ولا عمره كان كنيسة، هو مسجد من يوم أن أنشئ مسجد، لأنه عمر المسلمين ما أخذوا لا الكنائس ولا المعابد طبعا. إذا كان تحتيه من زمان قبل ألاف سنين معبد وانطن، مش هو المسجد، لأنه انت عارف انت منطقة المسجد عمر أعلى منطقة في غزة، من يعني في المكان ده غير على المنطار. وانت باتجاه الشمال بتلاقي ايه الارض منخفضة على منطقة مدرسة يافا والسدرة، واذا جيت على الجنوب بتلاقي عند المستشفى المعمداني وعزقولة برضو منخفض، واذا نزلت على الغرب بتلاقي عند سوق فراس برضو ايش منخفض، واذا نزلت على الشجاعية بتلاقي منخفض. اذا هذه ممكن تكون في مدينة قديمة زلزال هدمها اكتر من مرة وانطمت وكذا. لما اجوا المسلمين بنوا هذا المسجد، لم يكن كنيسة ولم يكن معبد روماني. وحصل طبعا يوم دراسي على هذا الكلام، وقعدوا علماء التاريخ والأثار وتناقشوا في هذا الاشي وأثبتوا الكلام هذا اللي أنا بحكيه. أنا تخصص التاريخ كمان، فاقتنعت بالفكرة. لكن إن وجود عمود عليه الشمس أو غير ذلك ممكن يكون عندما هدم زمان المعبد الروماني والسيل جرف الأعمدة وزيكا، وقعت هذه الأعمدة في أماكن فأخذوا واستغلوا وبنوها. ممكن كانوا زمان يبنوا، يعني كانوا يعملوا من الخشب ومن الأعمدة ومن الرخام القديم ومن كذا. فممكن تلاقي الآن في غزة في فلسطين مسجد مكتوب عليه الإيبكي أو السيدة عائشة أو السيدة رقية وكذا، وتلاقي إحدى اللي هم اللي فوق الباب هذه إيش بسموها، أو الشباك أو كذا، الشرفات اللي بحطولها يعني بسموها شمعة أو غير ذلك، تلاقي مكتوب عليها كلام إنها لمسجد تاني. إيش السبب؟ هم لما انكسرت ولما راحوا أو انهدم أو غيره جابوا هذه القطعة وحطوها بدون ما يعرفوا إيش مكتوب عليها، فبين أنه هذا مسجد ومكتوب عليه كلام آخر. فخذي بالك يعني من هذه الأمور. آخر الشغلة مغادرة موقع بهدوء وانتظام، وكمان يعني تركه نظيف كما جئنا إليه. لو رحنا على منتزه ولا مكان وقعدنا أكلنا، بدنا كل واحد يمسك مخلفات هذا وإيه ويضبها، وهذا بتكون من يعني شغل لجنة اللي هو النظافة. آخر خطوة لانتهاء من الرحلة، طبعا يعني في ناس تفكر انه خلص قمنا وروحنا يعني انتهت الرحلة. عادة الناس بروح على الرحلة النشطين وبروحوا تعبانين وكسلانين، فإحنا بدناش مشوار العودة هذا ضيع سدى أو جزء من عمرنا أو من وقتنا ضيع سدى. لا، أول إشي التأكد من صعود جميع المتعلمين للحافلات الباصات عادة بالذات إذا كان المشوار بعيد. يعني إحنا تكلمنا قبل شوي عن المحافظة على الجدول الزمني، لما كنا نطلع رحلات على القدس زمان بتعرف يعني القدس له أبواب كثيرة، فكانوا يقولوا معاكوا ساعة مثلا تروح على السوق تشتري بتكوياه، الشوارع هناك بتتوه، تدخل في الشوارع هذا باب العمود هذا باب الأصباط هذا باب المغارب هذا باب السلسلة باب القطانين، فأنت تروح أنت إيه داخله وتلتي في السوق وتشتري هالشغلات تنسى كيف ترجع يعني. وما كانش زمان جوالات نتصل عليها تعالي ماشي حال، فكنا مثلا نبعث كمان بنتين يروح ينادوهم يجوا الأصليات اللي غيبات وهذول اللي تأخروا. اليوم في جوالات يعني على كل حال، لكن يعني
للأسف ما فيش اليوم رحلات على القدس ولا على حيفا ولا على عكا ولا على رأس الناقورة، فبنطلع في غزة. البنات ما نحن في غزة، فممكن عادي جدا ويروح على المنتزه، تصير في المنتزه وتعرفي انه وين حنروح بعدين، احنا رايحين على العمري او رايحين على البحر، فبتروح لحالها، فممكن تطلع وتقضي مشوار وترجع. فاذا بيجي تحرك الباص لازم نتاكد ان البنات موجودات، لازم نتاكد ان البنات كلهم موجودات، لانه بيحصل شغلات انه المعلمات بيكونوا واخدين بالهم، ممكن يكونوا اطفال ويضيعوا يندهسوا، وإذا كبار برضو ممكن يكون بعض الأخلاقيات اللي بتعجبناش. يعني إحدى البنات، كانوا البنات في المنتزه وبعد ما جينا نمشي وين البنت، وين البنت؟ قالوا والله راحت عند أختها. قلنا لا بنفعش، اتصل عليها وخليها تيجي. بنتصل عليها، وين أنت؟ قالت عند أختي. قلنا طب لو سمحت أعطيني أختك نكلمها. إلا فيش أختها، له راجل اللي معها. طب قلنا يلا تعالي. وجد تحقيق وضبط ومحضر وكذا، يعني خلينا أقولك إنه ممكن بعض البنات تبقى طالعة رحلة وتطش شوية وترجع، فديروا بالكم. بكرة تصير مسؤولات أنتوا المعلمات بكرة. إجراء ملخص سريع لما تمت مشاهدته داخل الموقع. يعني أنت وإحنا راجعين إيش شفنا وإيش كذا، نبدأ نراجع قبل ما ينسوا المعلومات. كذلك توجيه أسئلة لتحديد مستوى فهم الطلاب. فاكرين كيف تصنع الإجزازة، كيف بغطوها، كيف بعقموها، كيف بيحافظوا عليها، كيف مش عليها، إذا غير ذلك من أسئلة. ترك الفرصة للتلاميذ لتقويم الزيارة والحديث عن الإيجابيات والسلبيات. عادة من حد ما نقول للطلاب والطالبات إيش تعقيبكم، بيبدوا بالسلبيات دائما. لا، أنت عشان نأخذ برأيك ابدأ أول شيء بالإيجابيات. رحنا ملانا إيجابيات، فاذكر الإيجابيات فتجدي صدورنا واسعة لسمع الانتقادات أو لسماع الانتقادات وتوجيهنا للسلبيات الموجودة. لكن إذا بدناها كلها سلبيات تحبط المعلمين. تكليف المتعلمين بإعداد تقرير، برضو هم اللي يكتبوا التقرير، إنه رحنا على المكان الفلاني ونعمل تقرير بنحط في ملف المدرسة أو إلى الموجهين والمسؤولين عن الرحلة. سادسا أو سابعا، الألعاب التعليمية ووسائل محاكاة الواقع. بس مع هم بدري شوية. الألعاب التعليمية ووسائل محاكاة الواقع، طبعا يعني الألعاب التعليمية قديمة، لكن ممكن نعرفها بين النشاط يقوم به المشاركون حسب قوانين موضوعة مسبقا تختلف عن تلك الموجودة في الواقع، وذلك طبعا الوصول إلى هدف يعني يتحدى جهودهم. طبعا الفرق بين اللعب والواقع يجعل اللعب ممتعا ومسليا، وبتعرفوا انتم اليوم في مخيمات صيفيه والاطفال بيلعبوا العاب كثيره، لكن دعونا نقول احنا الالعاب التعليميه غير عن الالعاب الترفيهيه. الالعاب التعليميه غير عن الالعاب الترفيهيه. بمعنى اخر، انا لو جبت للطلاب اللي تكلمنا عنهم عشان يعرفوا مكونات العدد 10، جبنا زهرتين من الخشب مكعبين من خشب عليهم ارقام وبيخضوهم هيك بديهم برموهم وبتطلع على الرقمين اللي طلعوا وبيسجلوهم، هل هم بيساووا 10 ولا بيساووش 10؟ وظلهم يلعبوا هذه اللعبة، ما شاء الله الأولاد بيفرح عليها كتير، وهذا بيرمي وهذا بيسجل وهذا كذا، لعبة من الألعاب لكنها تعليمية بتعلمهم. ألعاب تعليمية، في ألعاب تعليمية كثيرة. طبعا عناصر اللعبة، مجموعة الطلاب، طبعا المشاركين في اللعبة، بعد مكاني وهو الظروف التي تتم فيها اللعبة، بعد زماني والوقت، نحدد وقت، يعني مش ضلوا يلعب. يعني في طلاب بيجيب مكونات العدد 10 في خلال دقيقة، وفي طلاب بدهم 10 دقائق هم يلعبوا ومش جايبين مكونات العدد 10. في عنا أنظمة ومواقف تحكم اللعبة برضو، انه يعني لما بضربهم يقرأ الرقمين، وكل طالب مرة يضرب، مش واحد هو اللي بيضرب واحد هو اللي بيقرأ، لا يعني خلي الكل يشارك في اللعبة. أحسنتم. هذا المقطع الأصل يكون موجود في الكتاب، هو موجود على صفحتي تحت عنوان اللي هو يعني تكملة الفصل الثاني أو الجزء المفقود من الفصل الثاني في الكتاب. سقط سهوا أنه هذا الإشي عند المطبع ما بينش، بس إحنا أضفناه وأضفنا له ملزمة صغيرة عبارة عن 3-4 ورقات في هذا الكلام، موجودة على صفحتي، ممكن أي واحد تسحبها وتعملها وورد، أو إحنا المرة الجاية بنصور لكم إياها أو بنحطها في المكتبة تصوروها، يعني ما في مشكلة، أو تاخدوها على الباور بوينت كله بيمشي.
أما موجودة إن شاء الله رب العالمين في الطبعة الجديدة للكتاب حنكون ضيفين إن شاء الله. لكن الآن لو فتحتي على صفحتي وعلى المساقات وعلى تكنولوجيا التعليم هتلاقي ملف وورد عن الإشي اللي خاسس من الفصل الثاني. في عندنا فوائد الألعاب التعليمية، في فوائد جسمية، تكامل النمو الجسمي، تقوية العضلات، بتعرف الأطفال لما بيلعبوا بس في الطينة كده بكون أصابعهم هم طريين ما فيش فيهم قوة، مع تعجين الطينة ورسم أشكال فيها بيبدأ أصابعهم إيه تقوى، إتقان الحركات وتحقيق التآزر الحسي الحركي، الضروري لتعلم مهارات، كذلك تخلص الجسم من التوتر الحسي والإرهاق العضلي. هذه فوائد الألعاب التعليمية. أما الفوائد النفسية، كل الوسائل تجذب الانتباه لكن الألعاب تجذب الانتباه أكثر ولا لا؟ تساعد في إشباع بعض الحاجات النفسية كالحرية وممارسة القيادة. يعني كثير أولاد أو بنات أطفال يكونوا خاملين وكسلانين وما بيعرفوش في القراءة والكتابة كويس، لكن عندما تيجي اللعبة بيطلع مكنوناتهم، بلاقوا مبدعين، يعني نكتشف إبداعهم عن طريق هذه الألعاب. ليس شرطا أن يكون يعني بيعرف يعني يصم ويحفظ ويقول، طلعي له شغلة تانية بتلاقيه مبدع أكثر من الأولاد اللي هم يعني مرتفعي التحصيل خلينا نسميهم. هذا عنده موهبة، هذا عنده موهبة أخرى، هذا عنده ملكة الحفظ لكن هذا عنده إبداع في جانب آخر، في الرسم، في اللعب، في كذا، في التآزر الحس الحركي. يعني أنا لو أجد قلت لك الآن إيش يعني التآزر اللي في الجسمي، إتقان حركات وتحقيق التآزر الحسي الحركي، زي إيش يعني؟ الآن أنا لو قلت لك بدي تعمل بإيدك، الإيد هذه تطلع وتنزل والإيد هذه تطلع إيش وتنزل، شفت كيف؟ جرب أنت عصير تعمل إيدك هيك يا تنتين هيك، لكن إنه هذا تروح هيك وهيك وهذا تعمل هيك إلا تتعود عليه شوي شوية. واضح؟ إذن هنا عندنا تساعد في إشباع بعض الحاجات النفسية كالحرية ومثل القيادة، تتيح فرصة التعبير عن الرغبات والحاجات والميول من لما تكتشف فيها القادة، تخفف من التوتر النفسي والعصبي، وأهم شيء تعزز الثقة بالنفس. هذا الولد اللي إحنا لعبنا معاه اللعبة وطلع ما شاء الله بإيش بس عنده ثقة بالنفس وتنمي دفعينه وتعلم. أحكي له قصة وأنهي فيها عن النقطة هذه، الثقة بالنفس، وهي باقي لها كمان فوائد عقلية وفوائد اجتماعية، وبنكون يعني إيش نيجي بعدك للمحاكاة، نوقف عند المحاكاة أو بنرجع لفوائد تاني. هذه قصة حقيقية والكاتب تبعها بيحكي عن أستاذه وعن نفسه، الله أعلم أسمنا فاكر. يعني أحد الطلاب كان خجول، فمرة الأستاذ بيسأله سؤال قال له أنت، فاحمر وجهه ولم يعني يتمكن من الإجابة. الطلاب على طول قالوا بعرفش يا أستاذ بعرفش، لكن الأستاذ لما شافه أنه خجل إذا هذا بيفهم وبيعرف أن هذا موقف محرج، وبيعرف أنه الطلاب لما قال بعرفش أحرجوه، فقال هذا ممكن يطلع منه إشي. فبعد ما روحوا طلعوا الطلاب فرصة، هو دائما كل حاله منطوي وهم بيلعبوا مع بعض، فقال له تعال أنا عايزك، أخذ عشقة وقال له أنت كويس وأنت بتفهم وأنت منيح، بدي أنا أدي لك الجملة، جملة واحدة بس احفظها عن غيب وما تقولش لحدا ولا لأهلك ولا لأي بني آدم، ما تقولش أنك حفظتها. الجملة كتالي، يعني مرقت رقبة بقرتنا أزكى من مرقت رقبة بقرة أبو مرق مثلا، ضرب مرق أو أبو طبق أو أي حاجة، بس هي خمس كلماتين أو خمس كلماتين. مرقت رقبة بقرتنا ثلاث كلمات، أزكى من مرقت رقبة بقرة جارتنا، ماشي، أو أبو حطهم حط اسم عيلة يعني فيها كمان فيها مرق ورقب وكذا. الآن الولد ظل عيدة 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 لحاله حفظها، بعت له تاني يوم قولها قدامي، قالها، قال له ممتاز. الولد في الصف قاعدين، الأستاذ بيحكي قول طبعا في عادة بعض الشعوب إنه لما بيجي زي عندنا مثلا المتدين يذبح الأضاحي في عيد الأضحى، هم عاداتهم إنهم يذبحوا الأبقار مثلا، وبيجمعوا كل بيت بيطبخ الرقبة، وبعدين بيتنافسوا
في مين مرقت رقبتهم أزكى. فليجيو مرقت رقبة بقرتنا أزكى من مرقت رقبة بقرة أو مين عيدها يا أولاد؟ ما لحقوش يحفظوها إلا الولد بتطلع خجول خايف رفع إيده هيك بشويش وإيه وقال أنا قال أتفضل قول يا أحمد لو قال بشويش مرقت رقبة بقرة قال ممتاز سكفوله اقف علي صوتك تعال أنا قدام الطلاب قولها بصوت عالي. الولد انبسط عزز نفسه الآن لما طلع فرصة كل الولاد تحوطوا وبدوا يلعبوا معاه وبدوا وهو في الآخر الحمد لله نجح وأصبح دكتورا كبيرا وهو بحكي القصة عن نفسه مش أنا اللي كتبها اللي كتبها أنا قرأت يعني وصلت على النت هتلاقوا على صفحتي برضو هتلاقوا على صفحتي بعض الأشياء ممكن تحضروها اللي هو أنشطة كسر الجمود في حسبها صح لداعية بيتكلم إذا حضرتوها حسبها صح مواضيع قصيرة 3 دقائق 5 دقائق لكن فيها موعظة وفيها حكمة وفيها يعني حلول لمشاكل اجتماعية احنا بنعاني منها. ادخلوا على صفحتي وشوف هذه الأشياء. اليوم أنا مصدقكم مش هنادي حضور غياب الله يعطيكم العافية. نلتقي وإياكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة مع المحاكاة وضرورة تحضروا نشوف بعض الفوائد اللي احنا يعني وقفنا عندهم وإن شاء الله رب العالمين يعني حيكون معانا طبعا كمان تمثيل الأدوار وأهداف اللي هو نشاط لعب الأدوار إلى غيرها من المواضيع. يعني إن شاء الله بننهي الفصل الثاني وسنبدأ بإذن الله عز وجل في الفصل الثالث كمقدمة عنه إن شاء الله رب العالمين. وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.